معانا دلوقتي بقى مصطفى جمال. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا استاذ مهند، صباح الخير. اهلا استاذ احمد. طب لا، تحس ان مصطفى صوته بقى رئيس وزراء. انت خلاص يعني هو دخل في الموضوع فعلا، وده اللي انا شفته امبارح فعلا يا مصطفى، ان انت اقنعتنا انك رئيس وزراء، سواء في الشكل او في الاداء اللي مطلوب، وسواء في المامك بالافكار كلها والمامك بكل قضايا الدوله المختلفه. ربنا يخليك يا استاذ احمد والله. لا يعني انا بس حابب طبعا اشكركم طبعا في الاول على المقدمه وعلى الكلام طبعا، وحابب ان انا اكد انه احنا عملنا سواء انا او حتى باقي الزملاء من الوزراء استعدادات ومذاكره مكثفه من اكثر من 3 اسابيع للوزارات المختلفه، وكميه الريسيرش اللي احنا عملناها عن كل وزاره، والوزاره دي ايه اهم المشروعات بتاعتها، وايه اهم الارقام والبيانات الخاصه بيها، وايه اهم خططها المستقبليه، عشان يكون اكثر الماما بالموضوع. لان في الاول وفي الاخر احنا وجهه نظرنا ان احنا لما كنا هنحاكي الحكومه مش عايزين نبقى بنحاكي بس مجرد القاب او الفاظ، عايزين نكون كمان بنحاكي الواقع. يعني الحكومه بتاخد قراراتها بناء على قرارات ليه، او ايه هي الداتا اللي بتخلي الحكومه تاخد قرار معين بنيابه عن قرار اخر. ولما امبارح يعني، او لما واحده من اهم الحاجات الواحد استفيدها قبل طبعا امبارح يعني، او بالاضافه الى امبارح، هو فكره ان هو الواحد اطمن ان الحكومه شغاله وفقا للخطه، وفقا لرؤيه. ممكن يبقى نختلف على بعض اجزائها في طريقه التنفيذ، ممكن زي ما احنا اتكلمنا امبارح ان احنا عايزين نزود مثلا كفاءه التواصل الحكومي الجماهيري، عايزين نزود فكره التسويق الحكومي. كل دي حاجات احنا كرؤيتنا كحكومه محاكاه من الشباب طرحناها، لكن الرؤى العامه او الملامح الاساسيه في خطه عمل الحكومه سواء الحكومه الحقيقيه او حكومه المحاكاه فيها نسبه تشابه كبيره، لان هم كلهم نابعين من رؤيه بتحسن واقعنا اللي احنا عايشين فيه. مصطفى، طبعا انا عايزه يعني اخد من كلامك في جزئيه او مصطلح المحاكاه، وخلينا برضو نوضح للمشاهدين انه في كتير قوي من المدارس الدوليه الطلبه بيروحوا ويعملوا نموذج محاكاه للامم المتحده، فده برضو بيديهم خبره وبيديهم وعي. لما بنيجي نتكلم على ان مصطفى جمال لعب دور رئيس مجلس الوزراء، الادوار بقى بتتوزع ما بينكم على اساس ايه؟ يعني على اساس ايه اقول مثلا انت هتبقى وزير الكهرباء، انت مثلا وزير تخطيط، يعني بتتوزع على اساس ايه الادوار عليكم؟ بص فندم، خلينا نفصل في يعني اعتقد في نماذج المحاكاه بشكل عام طبعا بيتم التوزيع وفقا للتقديم وفقا للكفاءه طبعا، ده في الاساس، ووفقا اهم طبعا اي يعني المعطى الاهم هو المامك بالملف اللي انت هتمثله، يعني ده في الاساس. لكن احنا في نموذج محاكاه الدوله المصريه حاولنا قدر المستطاع ان احنا اللي هيمثل الملف يكون كمان عنده الخلفيه او الدرايه التخصصيه فيه، عشان يبقى فعلا ملم بيه، وعشان يبقى قادر يحط رؤيته الشبابيه الخاصه بهذا الملف داخل وزارته او داخل الجهه اللي هو بيمثلها في حكومه المحاكاه. فهو ردا على سؤال حضرتك، هو في نموذج محاكاه الدوله المصريه اللي احنا عملناه كان الاختيار بيتم على اساس الالمام الاساسي بالملفات الوزاره ورؤى الوزاره. أوكي. وكان كل وزير معاه تيم كامل متكامل من زملائنا في البرنامج الرئاسي الدفعه الثالثه بيشتغلوا معاه من اعداد ملفات واعداد بيانات و مراجعة وضع حالي وتوضيح لوضع قادم، ومع الإنجازات أهمها، وكمان صياغة مقترحات شبابية أو رؤى شبابية، عشان اللي يطلع يبقى قادر فعلا أن هو يكون زي ما حضراتكم تفضلتوا، يبقى قادر أن هو يكون بيمثل وزارته بشكل فعال، وفي نفس الوقت قادر يكون بينقل رؤى شبابية تكون فعلا تقدر تتحقق في الواقع. طب استاذ مصطفى، انا عايز افهم برضو من حضرتك حاجه. انت قلت لي ان عملت حاجه محترمه جدا طبعا، وحضرتك وزملائك بقى في مجلس الوزراء، انك عملت معايشه مع الوزراء الحاليين. وانت بتعمل المعايشه دي، انت رايح لهم بقى بتحضيرات المسؤول الحكومي فعلا اللي شايف القضايا، ولا رايح لهم بروح الشاب اللي عنده مجموعه من النقاط او مجموعه من نقاط النقد تحديدا لاداء الحكومه؟ والله يا فندم، هو يعني خلينا ما نسميهاش نقد، على قد ما هو الواحد لما درس شويه ملفات او ان هو بحث في بعض البيانات استوقفته بعض الامور، وهو دي الحاجه اللي احنا من المعايشه مع الساده الوزراء او مع حتى ممثلين عنهم او مع حتى البيانات اللي هم بيبعتوها، كانت ده دايما بيبقى موضع تساؤلنا، هو ليه ما كانش فيه تحسن في الاتجاه دوت؟ طب ليه الحكومه ما توجهتش
في الدايركشن دوت. ولكن خلينا برضو ناكد ان الحكومه الحاليه هي في الاول وفي الاخر هي مقدمه خطه واضحه للبرلمان من 2018 2022، وده كان دايما حاجه برضو الواحد استفاد وتعلم منها، انه في بعض اجزاء البرنامج ده تم تنفيذه، في بعض اجزاء اخرى لسه طور التنفيذ او طور التطبيق. وعشان كده الواحد بقى اكثر إلماً زي ما بقول لحضرتك بالصوره الاكبر، انه لو في مواطن قصور في بعض المناطق او في بعض المحاور هي يعني هنا يا استاذ مصطفى انتوا ما اختلفتوش على الخطه والاستراتيجيه، اختلفتوا في بعض نقاط اليات التنفيذ. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم، ده بالظبط اللي انا حابب اكده على حضرتك، انه احنا يعني اعتقد احنا ده اللي احنا لما درسنا الوضع العام وفي مصر قبل تطوره طبعا من قبل عام 2014، مرورا بالانجازات او الجهود اللي حصلت من 2014 2018، كنا شايفين ان احنا عشان نروح من 19 ل 22 المحاور لازم تفضل ثابته والاهداف لازم تفضل موحده، لكن اختلافنا كان في طريقه تنفيذها او في بعض اوجه القصور، زي مثلا ما اشرت لحته التواصل الحكومي الجماهيري وزياده التواصل الفعال ما بين الحكومه وما بين الجماهير، ووجود فكره التسويق الالكتروني اللي عرضتها زميلتي دكتوره نور عبيد امبارح. فكله في الاخر بيصب في انه تحسين الاداء الحكومي وزياده يعني اشعار المواطن بانه الحكومه مش زي ما بيقولوا في ابراج عاجيه شغاله في حته مختلفه تماما عما يريد المواطن ويريد ان يفعل. على سيره بقى الحكومه وان هي لازم تكون دايما على اتصال بالمواطن وان ما تبقاش في ابراج عاجيه، احكي لنا اكتر بقى، انا عايز اخدك للكواليس تاني. فتره التحضير، هل قعدت في الكواليس التحضير مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي؟ احنا يا فندم رئاسه مجلس الوزراء يعني او الحكومه الحاليه بالكامل لم تدخل سواء علي او على الساده الزملاء باي بيانات حديثه بانه يبقى في اعداد او جلسات مع ممثلين عنهم. ودوله رئيس مجلس الوزراء برضو في نفس الوقت برضو ما كانش فيه عنده اي يعني كتر خير راجل رغم كل ظروفه ومشغولياته، لكن قدرنا ان احنا نتبادل اطراف الحديث وان احنا نشوف الرؤيه الشبابيه. يا استاذ مصطفى واضح عشان انا قلت لك في بدايه التقديمه ليك ان انت بقيت رئيس وزراء فعلا، بقى في ردود دبلوماسيه وردود سياسيه. انا سؤالي واضح بتاع مها، قعدت مع مهندس مصطفى مدبولي ولا ما قعدتش معاه؟ قعدنا معايا يا فندم. قعدت معاه؟ بس كده انا بحب اخد خبر، يعني انت حضرتك رئيس وزراء وانا مذيع هنا فلازم تديني خبر يعني. طب انا يهمني يا استاذ مصطفى حاجه مهمه جدا، انا كشاب مصري بتفرج على حضرتك، انت كشاب بقى وانت قاعد في نموذج المحاكاه، انت كان عندك قناعات فعلا بالخطه والاستراتيجيه، انت وفريق العمل كله كان معاك، تفرق معايا مؤتمر الشباب هنا لازم يوضح ده. انتوا حضراتكم قعدتوا وكان عندك فرصه احسن مني واحسن من شباب كتير انك تتواصل مع الخطه والاستراتيجيه بتاعه الدوله، انت عندك قناعات شخصيه فعلا ان احنا ماشيين صح؟ بص خليني اقول لك، انا يعني خليني اقول لك خلفيتي برضو عشان قبل ما ارد على الاجابه اديها شويه او بعض مصداقيه. انا خريج علوم سياسيه وقانون دولي من الجامعه الامريكيه، وبعمل ماجستير في السياسات العامه دلوقتي من الجامعه الامريكيه. ومن تقييمي للاوضاع او يعني بعد نقاشي، انا زي ما انا وضحت لك، انا متفائل ان احنا رايحين في الاتجاه الصح. احنا بنقدر ان احنا نحسن الاوضاع في وقت قليل جدا، ودي حاجه يعني زي ما بيقولوا دي نقطه تحول ودي حاجه تحسب. الحكومه زي ما سياده الرئيس اشار امبارح، احنا كنا بنعمل عمليه الاصلاح مش في اوضاع طبيعيه، يعني احنا دايما دوله دلوقتي او خطتنا دلوقتي خطه الحكومه او خطه الدوله انها بتاخد مكان في وقت في مجموعه من الاضطرابات الاقليميه، في تباطؤ في الاقتصاد العالمي، وكمان في اضطرابات داخليه، سواء بقى الاضطرابات الداخليه دي كانت تدهور اوضاع الاقتصاديه او تدهور اوضاع امنيه. فلما حضرتك تيجي تحلل الاوضاع دي كلها وبعدين تخلص ان انت برضه هتقوم ببرنامج اصلاحي، وبرنامج الاصلاحي دوت هيقدر ان هو يوصلك او يوصل الشعب المصري بنهايه البرنامج الى معدلات، وزي ما الدكتوره هاله كانت اشارت امبارح معالي وزيره التخطيط الى التحسن في مؤشرات الاقتصاد بشكل كبير، وهي مؤشرات مهمه زي النمو وزي انخفاض البطاله وزي انخفاض التضخم، دي حاجات تبقى المفروض تطمن الناس. انا كشاب مقتنع بخطه زي ما بقول لحضرتك انه حتى لما احنا جينا نحاكي الحكومه احنا قلنا تعالوا يا جماعه نشوف التجربه، تعالوا نشوف احنا واحنا كشباب هل احنا معترضين على الحكومه بتعمله؟
وسيبنا الموضوع للبحث، فقمنا بدراسه الاوضاع. يعني احنا قلنا تعالوا طب احنا يعني نحاكي الحكومه كاننا في المواقع التنفيذيه، فقمنا الاول ببحث الاوضاع قبل 2014، بعدين نظرنا الاوضاع في 2014 2018. طب ها احنا بقى كحكومه شباب هنعمل ايه من 19 ل 22؟ ولقينا انه في حاجات كتير جدا من الافكار اللي بيقولها الزملاء او اللي احنا بنقولها ممكن تبقى نختلف مع وزاره او اخرى في فكره بتتنفذ، لكن ما بنختلفش في الهدف الاكبر، او ما بنختلفش في ان المحور ده احنا لازم نهتم بيه، او ما بنخفلش ان المحور ده اساسي في طريقه تناولنا للحكومه. زي ما وضحت لحضرتك يعني احنا الحكومه عندها الحاليه والدوله بصفه عامه فيها محاور معينه الدوله شغاله عليها والحكومه بتنفذها، وبناء عليه الهدف اللي كلنا عايزين نوصل له استاذ احمد، وهو ده كلنا اللي احنا المفروض نبقى بنبدا نشتغل عليه، هي رؤيه مصر 2030. صحيح. الرؤيه دي غير يعني غير، وده اللي بيحصل استاذ مصطفى من مثل هذه المؤتمرات، ان احنا بنحاول الدوله كلها توضح لكل المصريين هو ايه الاستراتيجيه وايه الموضوع. بس انا برضو استوقفني حاجه امبارح، اسئله الزملاء طبعا وتحديدا زميل العزيز وصديقي الاستاذ عمرو خليل، اسئلته كانت مفاجاه بالنسبه لي وانا قاعد في القاعه. هل الاسئله دي كانت مفاجاه برضو بالنسبه لك ولا كان في تحضيرات ليه؟ لا استاذ عمرو يعني كتر خيره كل الاسئله امبارح كانت مفاجاه يعني، ولكن الحمد لله يعني تمكنت الحكومه بسبب الاعداد الجيد من الرد على الاسئله، وخاصه الكوميكس اللي هو وان كانت اسئله في غايه الصعوبه واسئله كمان ليها بعد سياسي اقليمي ليها ابعاد كثيره جدا، فواضح ان التحضيرات بتاعت حضراتكم فعلا كانت مهمه جدا. يعني المواقف الطارئه والكوميكس كانوا اصعب ما يعني ما فاجانا بيها الاستاذ عمرو. مصطفى يعني واحنا بنتكلم بقى على سيره الحكومه واعضاء الحكومه، رايك ايه وتقييمك ايه بقى للوزراء، وبما انك يعني رئيس الوزراء في جلسه المحاكاه تقييمك ليهم ايه بقى؟ الوزراء اللي كانوا معاك في الجلسه طبعا. لا طبعا يعني انا عايز انتهز الفرصه ان انا اشكر كل زملائي في البرنامج الرئاسي الدفعه الثالثه بشكل عام، وخاصة التيم أو الفريق اللي كان مسؤول عن نموذج محاكاة الدولة المصرية. الحمد لله النموذج المرة دي في النسخة دي حصل فيه تجديد، حصل فيه تحديث كبير، تم مشاركة فيه أطراف فعالة في المجتمع من تنسيقية شباب الأحزاب ومن مجلس البحثي أو زملائنا في الخبراء، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من الوزراء. فانا عايز اشكر زملائي اللي هم فعلا ما كانوش يعني بيناموا على مدار الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا عشان يقدروا ان هم يكونوا قادرين لما يطلعوا يوروا للناس حاجتين. الحاجه الاولانيه انه الشاب قادر بان هو لما بيمسك الملف ويدرسه يقدر فعلا يصل ان هو يوصل انه يبقى عنده يصنع سياسات ويقدر ان هو يثقها، وكمان يبقى عنده فهم ووعي بالواقع اللي احنا عايشين فيه، مش زي ما بعض الاطراف ساعات بتقول انه الحكومه او قصدي ان الشباب غير ملمين وان هم مستعجلين وان هم عاوزين ياخدوا ال يعني اداره القياده بدري، بس لا يعني دي حاجه انا اعتقد يعني حاجة يعني كان مهم انه الشباب يثبت ان هو قادر على ان هو يستوعب، ان هو يذاكر، ان هو يحلل، ان هو يتفكر، انه يقدم كمان حلول ابتكاريه للمشاكل. يعني انت راضي على الحكومه بشكل عام؟ راضي على الحكومه، حكومه المحاكاه بس عشان راضي على الحكومه يا استاذ ما حكومه المحاكاه، حكومه المحاكاه طبعا احنا بنتكلم كل ده على حكومه المحاكاه على فكره. تاكيدا انا بس باكد انه انا اكون راضي على حكومه المحاكاه بشكل كبير. وزي ما بقول لحضرتك انتهز الفرصه واوجه الشكر لكافه زملائي. كل الشكر للاستاذ مصطفى جمال ممثل رئيس مجلس الوزراء في حكومه المحاكاه امبارح.